مشاهدي شفتي فيلن ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. من الان هاد السيده هذه اللي كتعاني مع سرطان اتشدي اللي صعب حياتها بزاف، عندها تشدي الوليدات، الزوج ديالها ما عندوش شي عمل قار او مرسم، غير طالب معارف، ويعني نقدروا نقولوا اللي كيجيبوا النهار كياكلوا الليل. حاليا مع اقتراب عيد الاضحى المبارك ما عندهاش باش تشري خروف لعيد الوليدات اللي هي للزوج ديالها، فلذلك اي واحد يقدر يتساعد معها ولا يتعاون معها يتصل بها في رقم الهاتف ديالها. على الاقل على الاقل انا نشري خروف العيد لهاد الوليدات وتفرحهم في هاد العيد ان شاء الله. اوكي اختي، شنو المشاكل اللي عندك؟ المرض اللي عندك كيفاش بدا فيك بعد في الاول؟ المرض جاني يا خويا، ولدت بنتي، كانت بنتي هي اللي خلق، وكنت خدامه ولدت بنتي، وبقيت شي عامين من ورا فطمتها، وانا مشيت للحمام وانا لقيت بزوله اكبر من بزوله، لقيت مشيت عند الطبيب قال لي خاصك ضروري ديري موموغرافي، درت موموغرافي قال لي خاصك تبعي عند الطبيب اختصاصي ديال التادي، قال لي مشكينه لك عندك شي ولسيسات ضروري خاصك تمشي تشوفي. من مشيت عند الطبيب انا ندير شاف لي هذيك موموغرافي قال لي عندك ولسيسات كبار، خاص ضروري نحيد لك عينه منهم وندير لك تحاليل اليوم. قلت لي صافي ماشي مشكل، حيد لي هذوك الولسيسات، دار لي التحاليل خرجوا خايبين. اش غنقول لك خويا، من سمعت هذيك الخبر ما قديش نصبر، قال لي عندك السرطان فيهم، نضطروا انني غنحيدوا لك البزوله، عندك 67% يعني طالعه تحليله. من جيت قلت الراجل قال لي ما المهم شوفي انت اللي غتليق بك، الا كان صحتك غتبقاي تولي شويه ماشي مشكل، لا حياتها حياتها. من بعد درت لاباري ديال الشيمي، لاباري داروا لي في الصدري كدوز الشيمي. اخويا اش غنقول لك، داز عليا العذاب، الماء ما كنتش كنجربو، لا ضو كيشعلو عليا لا والو، وليداتي باقيين صغار محتاجين ليا. راه كتعرف الام لما كانش وليداتها حدا راه كتحس بشي حاجه كثر من المرض، وما عنديش تلعوين، ما عنديش اخوتي اللي غيحنوا فيا، كل كيشوف راسو راس. من بعد منا بقيتي كتعاني مع هذا السرطان هذا، الالام ومع الدواء شيمي، وعاد باش درت البوله، من درت البوله عاد مشى دابا كل 3 شهور كندير الكونترول، ولكن اخويا الكونترول انا عندي شهر 5 وما درتوش لحقاش. قلت انا بمناسبه العيد غنمشي نشري لوليداتي بلا ما ندير الفيزيته ديال الطبيب، ولكن اخويا ملي مشيت البارح الرحبه لقيت غالي داك الشيء، يعني صغير 60,000 65، وانا كنجيب 30,000 يعني ما عنديش هذيك الامكانيات كامله باش غادي نمشي نشري حوالي 60,000 ريال ولا ب50، حدي هنا 30,000 ريال يلا كنتكفى. هذا وجب وخويا دار تاعيت، وقلت نعيط اخويا حمزه الا قدر يساعدني، وخوتي المحسنين اللي قدروا يتعاونوا معايا على قبل هاد العيد، راك عارف الدراري الصغار ماشي مشكل، انا ما كناكلش اللحم، ولكن على قبل الوليدات كيشوفوا كل شيء ندوغ ندخل اللحوة، انا ما نقدرش ما تقدريش تخليهم بلا عيد، هذا هو المشكل اللي عندي. واخا النمره ديال التليفون اللي بغيت تساعد معاك 06-10-47-0090. يعني انت بغيتي تساعد معاك على الاقل تاخذي غير الحولي ديال العيد؟ خويا الحولي غالي بزاف، انا ما قديش على داك الثمن اللي قالوا لي البارح، ودابا حتى ما قديتش نزيد برجليا، ان الشمس واعره عليا وخرج انني نخرج، مشيت قلبت على ولادي على خروف ما لقيتش اخويا، لقيت الغلا بزاف، انا ما غنقيتش على هذا الشيء على قد الحال انا.